مدة طويلة تفكر في الإهانة التي أهينت بها والمعاملة القاسية التي تعامل بها، وفي قلة الذوق وعدم مراعاة الشعور وقلة الشفقة التي تظهرها البنتان نحوها، وجلست في ركنها المعتاد في المطبخ وأخذت تبكي مدة طويلة لا يشعر بها أحد ولا يراها إنسان. ولكثرة العمل طول النهار وكثرة البكاء شعرت بالتعب الشديد والحاجة إلى النوم، فنامت وهي جالسة في المطبخ. وحينما فتحت سندريلا عينيها واستيقظت من نومها الخاطف، عجبت كل العجب لأنها رأت أمامها سيدة وقورا، وفي يدها عصا رفيعة طويلة تخاطبها وتقول لها: عزيزتي النبيلة سندريلا، إني أمك الحورية، وقد حضرت إليك لأزيل ما تشعرين به من ألم، ولا أحب أن أراك حزينة باكية، فاذكري لي لماذا تبكين وماذا تريدين. وقد عجبت سندريلا حينما رأت السيدة واقفة أمامها لأنها لم تراها من قبل، وازداد بكاؤها ولم تستطع في الأول أن تجيب وهي تبكي، ثم قالت: إني حزينة لهذه المعاملة الشديدة التي أشعر بها، فزوجة أبي وبنتها يعاملنني مثل خادم في المطبخ، ولا يعجبهن شيء أقوم به، ولا يقنعن بما أقدمه لهن من خدمة، ولا يفكرن في شعوري وإحساسي، وكثيرا ما يقصدن إتعاب مضايقتي، وقد حرمنني مال أبي وتمتعن به، وكلفنني أن أعمل طول النهار وجزءا كبيرا من الليل، وهن يسترحن وينامن ولا يقمن بأي عمل من الأعمال. وماذا أقول يا سيدتي؟ وقد ضاقت بي الحياة على سعتها. قالت السيدة: لا تخفي عني شيئا، واذكري كل ما في نفسك لأعمل على تحقيق رغبتك وأجعلك سعيدة في الحياة. فقالت سندريلا المسكينة: إني لا أريد أن أترك هنا وحدي في البيت، وقد خرجنا جميعا وتركنني كما ترين، وأتمنى أن ألبس كما يلبس وأذهب إلى الحفل كما ذهبن، وأعامل معاملة حرة كريمة يراعى فيها شعوري وإحساسي. قالت السيدة: إنك ترغبين في الذهاب إلى الحفل مثلهن يا سندريلا، أليس ذلك صحيحا؟ فآمالت سندريلا رأسها في خجل وحياء، كأنها تريد أن تقول: أتمنى أن أرى هذا الحفل، ولكن كيف أذهب؟ فقالت الحورية: سأعمل على تحقيق رغبتك، وستذهبين إلى الحفل إن شاء الله، ولكن يجب أن نحصل أولا على عربة وحصانين يجرانها. اذهبي إلى حديقة الخضر وأحضري منها أكبر قرعة تجدينها هناك، وإذا وجدت فئران في المصيدة فأحضريها معك كذلك. عجبت سندريلا لهذا الطلب، ولكنها نفذت ما أمرت به وذهبت إلى الحديقة وأحضرت أكبر قرعة وجدتها، وسلمتها للحورية، فأخذتها وفتحت فيها فتحة كبيرة في جانبها تمثل باب العربة، ثم مستها بعصاها السحرية الطويلة فتحولت في الحال إلى عربة جميلة عظيمة، زينت بألوان ذهبية وقرمزية، وفرشت من الداخل بالحرير. وأحضرت مصيدة الفئران وجدت بها 6 من الفئران، وخرجت من المصيدة وجالست في صف واحد تنظر إلى الحورية، ومست الحورية الفئران واحدا واحدا بعصاها السحرية، فتحولت إلى 6 من الجياد الأصيلة المعدة للعربات الخاصة، رقباتها مقوصة وديولها طويلة،
وأشكالها جميلة ولها عدة ذهبية بديعة. قالت الحورية: أيتها العزيزة، ها هي ذي العربة بجيادها الستة، وهي أجمل من عربة البنتين، ولكننا الآن في حاجة إلى سائس ليسوق العربة. اذهبي ثانية إلى المصيدة وأحضري ما تجدينه فيها من الفئران. فذهبت سندريلا مسرعة إلى المصيدة ونظرت فيها، فوجدت بها فأرة سمينة سوداء. رجعت فرحة مسرورة، فمستها الحورية بعصاها السحرية، فتحولت إلى سائق مركبة يلبس حلة جميلة مزينة بالأسلاك الذهبية، ولا ينقصها الآن إلا الخدم. فأرشدت سندريلا لتذهب إلى البحيرة الصغيرة في الحديقة وتحضر من حولها 6 سحليات. فذهبت وأحضرت 6 منها، فمستها الحورية بعصاها السحرية، فتحولت الأربع الكبيرة منها إلى 4 من الخدم. أجسامهم طويلة، يلبسون الملابس التي يلبسها سائق المركبة. وتحولت الاثنتان الصغيرتان إلى خادمين صغيرين، وقد تحقق الآن كل ما تطلبه من مركبة وجياد وسائق وخدم، وصارت العربة صالحة لأعظم أميرة من الأميرات. فالمركبة ذهبية والجياد أصيلة، والسائق جالس في مكانه الخاص، والخدم الكبار الأربع سائرون أمامها، والخادمان الصغيران مستعدان لفتح باب المركبة وإغلاقه. ثم سألتها الحورية: هل أنت مسرورة بمركبتك يا سندريلا؟ فأجابت سندريلا بتردد: نعم، إني مسرورة كل السرور، ولكن. ثم نظرت إلى ملابسها الممزقة التي تلبسها كأنها تقول: وكيف أذهب بهذه الملابس القديمة إلى الحب؟ ففهمت الحورية النبيلة غرضها وقالت لها: أنا أعلم أنك لا تستطيعين الذهاب إلى الحفل بهذه الملابس، ومحال أن تذهبي بها. وأشارت الحورية مرة أخرى بعصاها السحرية الطويلة، فتحولت ملابس سندريلا الممزق إلى ملابس حريرية مطرزة بالجواهر الثمينة، ووجدت عليها رداء من اللآلئ النفيسة، ورأت بجانبها جوربا من الحرير فلبسته، وحذاء زجاجيا جميلا يلمع مثل الماس فلبسته في قدميها الصغيرتين. فعجبت سندريلا كل العجب، وأعجبت بملابسها الجميلة وعربتها الذهبية. فقالت لها الحورية: ليس عليك الآن إلا أن تدخلي المركبة وتذهبي إلى الحفل لتسري نفسك وتري حظك في الحياة، ولكن عندي شيئا واحدا أنصح لك به، وهو يجب أن تتركي الحفل قبل نصف الليل. واعلمي أنك إذا انتظرت هناك ثانية واحدة بعد الساعة 12 رجع كل شيء إلى أصله. وتحولت مركبتك إلى قرعة كبيرة، وتحول السائق والجياد إلى فئران، وصار الخدم حشرات كما كان. ورأيت نفسك كما كنت في ثيابك الممزقة التي تلبسينها في المطبخ. فشكرت سندريلا لها مروءتها ومساعدتها، ووعدتها بتنفيذ نصيحتها، وسرت سرورا كثيرا. وفتح لها الخدم باب العربة فركبت، وأخذ السائق يسوق المركبة وأمامها الخدم بشكل يلفت الأنظار، حتى وصل الجميع إلى مكان الاحتفال. وصلت سندريلا إلى القصر بمركبتها العظيمة، فحدثت حركة كبيرة عند رؤيتها، واعتقد الحرس الواقفون بباب القصر أن أميرة من أعظم الأميرات قد حضرت، فاستقبلوها استقبالا عظيما، وأرسلوا من يبلغ الأميرة
أن زائرة عظيمة قد وصلت، فخرج الأمير نفسه لاستقبالها، وانحنى أمامها احتراما لها ورحب بها، وصار أمامها إلى القاعة الكبرى للاحتفال، وأجلسها في أحسن مكان، وجلس بجانبها يحييها ويتحدث معها، وقد أعجب بها وأعجب بشخصيتها وروحها وجمالها الطبيعي، فأحبها حبا كثيرا، وصار لها منزلة كبيرة في قلبه، ولم يفكر في غيرها من الفتيات بعد أن رآها. وقد شاركه في الإعجاب بها جميع الزائرين والزائرات في الحفل، وأخذوا جميعا يقولون سرا: ما أجمل هذه الفتاة! وقد شغل بال الأمير بها، وقدم العشاء الفاخر للمدعوين والمدعوات، تناول الأمير عشاءه مع سندريلا، ولكنه لم يأكل إلا قليلا من التفاح لانشغال عقله بها. نظرت سندريلا في قاعة الاحتفال، فوجدت بنتي زوج أبيها مهملتين وحدهما، لا يتحدث معهما أحد، ولا ينظر إليهما أي مخلوق. فاستأذنت من الأمير وذهبت إليهما، وأخذت تتكلم معهما، فلم تعرفاها لأن ملابسها قد تغيرت، وغيرت صورتها وشكلها. ولم يخطر بنفسهما أن هذه الفتاة التي تتحدث معهما هي سندريلا النبيلة الخلق، الشريفة التي حرمت التمتع بمال أبيها. وحينما كانت تتكلم مع هاتين البنتين القبيحتين، سمعت الساعة تدق 12 إلا ربعا، فكان ذلك الصوت إنذارا لها، فتذكرت وصية الحورية وقامت في الحال لتنفيذ نصيحتها، وشكرت للأسرة الملكية حسن ضيافتها، واستأذنت منها بكل أدب في الخروج، فأذن لها، وخرجت مسرعة إلى مركبتها. فأسرع الأمير وراءها ليودعها إلى عربتها، ورجاها أن تكرر زيارتها للقصر في حفل الليلة التالية، فوعدته بتكرير الزيارة، وشكرت له كرمه، وركبت عربتها وسارت بها حتى وصلت إلى المنزل. في الوقت المحدد، فأعجبت بها الحورية، السلام عليكم.